النادي الاهلي يتسقم برياضه بقى توج رسميا منذ قليل ببطوله الدوري رقم 40 في تاريخه، والف مبروك لكل الاهلاويه والف مبروك للنادي الاهلي. منذ قليل كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي عمل بيان بث على قناه الاهلي، احنا استاذناهم واستاذنا النادي في ان احنا ناخد جزء من هذا البيان. الخطيب بيرد على كل الكلام اللي حصل حول مباراه الاهلي الاخيره في بطوله افريقيا اللي حصل فيها الكثير من الشغب، واتكلم على اربع قرارات تم اتخاذها مؤخرا. مكتب اولا تكليف لجنه لمتابعه التحقيقات، ويكون في دعم للابرياء وكل التحقيقات، وان هو بيدعم كل الابرياء اللي بيتم التحقيق معهم، فهم هيحققوا هيكلفوا لجنه قانونيه لمتابعه التحيات، تشكيل لجنه لتحديث عمليه بيع التذاكر والتعاقد مع شركه امن خاصه، وايضا لتامين المباريات ومنع المتورطين في عمليات الشغب من حضور اي مباريات اخرى. على جانب اخر، نيابه امن الدوله العليا امرت بحبس 8 من المتهمين من رابطه مشجعي النادي الاهلي الالتراس 15 يوم على خلفيه التحقيقات في احداث الشغب التي وقعت في المباراه مع نادي مونانا الجابوني. والنيابة وجهت للمتهمين تهمة تولي قيادة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وأيضا إحداث شغب وإتلاف ممتلكات عامة خاصة بالاستاد. أنا وصلني بعض الرسائل من أسر قالت، أو رسائل قيل أنها من أسر لعدد من الألتراس، بيقولوا لي في عدد كبير آخر مقبوض عليه ولسه يعني ما نعرفش هم فين. وأنا بوجه السؤال ده لوزارة الداخلية، إحنا حاولنا الاتصال بهذه الأرقام اللي اتصلت بينا لكن لم يصلنا رد، فيظل هذا الأمر في إطار الكلام المرسل الذي ليس له ما فيهوش دقة. وأنا متأكدة أنه الداخلية والنيابة يعني الناس يعني اهو اعلنوا عن حبس 8، اي حد بيتم التحقيق معاهم بيقول ان هو بيتم التحقيق مع كذا وكذا وكذا، لا يوجد ما نخفيه سواء من الداخلية او من النيابة. نسمع جزء من كلمة كابتن محمود الخطيب. نظرا بقى لأهمية الموضوع اللي ناقشناه النهاردة في مجلس الإدارة، قررت برضو، دي أول مرة وأتمنى تكون آخر مرة، قررت أعلن بنفسي قرارات مجلس الإدارة. قرارات مجلس إدارة: 1. تكليف الشؤون القانونية بالنادي لمتابعة التحقيقات لتوفير المساندة والدعم القانوني للأبرياء وغير المتورطين في أعمال الشغب. 2. تشكيل لجنة لتحديث تذاكر ودعوات المباريات وكيفية حصول المشجع عليها وبطريقة مؤمنة. 3. تفعيل التعاقد مع الشركة الأمنية المتخصصة لتحديد المسؤوليات وتكون مسؤولة عن أمن المباريات. 4. بعد انتهاء التحقيقات، منع المتورطين في أعمال الشغب من دخول مباريات او اي مباريات او انشطه داخل النادي الاهلي لمده 3 سنوات. اعتقد ان دي قرارات مهمه جدا لكابتن محمود الخطيب. قضيه الالتراس يجب ان تؤخذ بجديه من جانبين، جانب ان الشغب مرفوض وان اي حد يتورط في اعمال الشغب يجب ان يحاكم بالقانون، والموضوع ده ما يبقاش فيه رحمه ولا تسامح الحقيقه. لكن على الجانب الاخر لو في ابرياء يجب ان هم الافراج عنهم لو كان مقبوض عليهم الابرياء، وانا بشكره على فكرة اللجنة اللي هي بتدعم قانونا الابرياء، لان مش كل الجمهور اللي كان موجود تورط في الشغب. لكن على الجانب الاوسع احنا محتاجين نفكر في موضوع الالتراس هنتعامل معاه ازاي. هذه روابط مهمة، هذه روابط بتشجع النوادي معروفة في العالم كله، احنا محتاجين انه يحدث يبقى في حوار معاهم، المشاغبين يتم اقصائهم، ولكن الباقي من الشباب اللي بيشجع بقلب اللي عنده مشاعر ناحية النوادي لابد من التعامل معاهم بشكل مختلف، ونقدر نوصل لمنطقة في النص. وفي النهاية القانون بيقول ايه؟ بيقولك ان النادي هيدفع تمن
يعني شغب جماهيره، هل جماهير النادي الاهلي تحب كده؟ النادي الاهلي هيدفع ارقام طائله ما بين التعويضات للاستاد وبين التعويضات للكاف، انت بتكلف في مبالغ كبيره. ليه بنكلف النادي كده؟ ليه نحرم النادي ان هو يلعب على استاد القاهره؟ ليه؟ كل ده محتاجين ان احنا نفكر فيه، والشباب محتاجين يفكروا فيه وهم رايحين يشجعوا ناديهم سواء الاهلي او اي نادي اخر.